برعاية السيد عميد المعهد التقني الصويرة الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد طارق، يقيم قسم تقنيات التمريض احتفاله السنوي الأول بمناسبة يوم التمريض العالمي 2017. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا يوم الدين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين الميامين. لا لا محمد وآله. الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد طارق عميد المعهد التقني الصويرة، السيد معاون العميد للشؤون العلمية المحترم، السادة والسيدات الضيوف الكرام، السادة رؤساء ومقرري وأساتذة الأقسام المحترمين مع حفظ المناصب والألقاب، الحضور الكريم، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في احتفالنا السنوي الأول بيوم التمريض العالمي، والآن نستمع سوية إلى معزوفة الحب والألق، معزوفة العراق أجمع، نشيد الأبطال والمحبين، النشيد الوطني العراقي. وخير ما نفتتح به حفلنا تلاوة آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب محمد مجيد الساعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم
بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر. إلى الدماء الزكية الطاهرة التي سالت لتحافظ على هذا الوطن العزيز، إلى المضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أرض ومقدسات العراق، إلى شهداء جيشنا وقواتنا الأمنية البطلة وقوات حشدنا الشعبي المقدس، نقرأ وقوفا سورة الفاتحة المباركة لأرواحهم الطاهرة. يتفضل الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد طارق عميد المعهد لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أساتذتنا الأفاضل، سيد المعاون العلمي، سادة رؤساء الأقسام، طلبتنا الأعزاء، تحية طيبة أرحب بكم أولا وأشكر حضوركم البهيج هذا. ونحن نبتدئ لأول دورة من دورة قسم التمريض والتي ستكون فاتحة خير إن شاء الله لمعهدنا وإلى منطقة الصويرة خدمة لبلدنا الحبيب. وهذا الاجتماع أو هذا الملتقى يجمعنا بذوي الاختصاص من المناطق القريبة، ونبتدئ هذا الملتقى بكلمة نوجهها إلى ممرضي المستقبل الذين نفخر بتنشئتهم وتأهيلهم للدخول إلى معترك العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة يوم الممرض العالمي نتقدم إلى ملاكاتنا التمريضية من طلبة وتدريسيين وحضور كرام من بناتنا وأخواتنا وأخواننا العاملين
والدارسين في معهدنا في العراق بأزكى آيات الحب والاعتزاز والإكبار والاحترام إلى أصحاب تلك الأيادي البيضاء النقية التي تنبع من طياتها الرحمة والعطف والعناية والرعاية لتخفف من آلام وآهات مرانا، وإلى الذين يعملون كخلية نحن لا تكل ولا تمل من صرخة مريض أو جزع آخر أو تحامل ثالث عليهم بسبب شدة المرض، لتقابل تلك الصرخة وذلك الجزع بابتسامة رحيمة وكلمة رقيقة ولمسة عطوفة لتحول ألم المريض إلى عمل. نبارك لأنفسنا ولملاكاتنا التمريضية وإلى طلبتنا الأعزاء هذا اليوم العالمي المبارك الذي يمثل لشريحة خاصة وعزيزة على قلوبنا لما لها من دور أساسي وفاعل. لا يمكن للخدمات الصحية في العراق أن تتكامل لولا وجودهم، وكذا الحال بقية الشرائح الطبية والصحية والتخصصات الأخرى. كلكم حلقات في سلسلة النظام الصحي المتكامل الذي لا يمكن لهذه السلسلة أن تتكامل وتتصل إذا ما فقدت أي حلقة من حلقاتها الذهبية. فبوركت تلك الحمائم البيضاء ملائكة الرحمة رسل السلام، وستبقون في حدقات العيون أنتم ترسمون الابتسامة على شفاه المرة وتزرعون الأمل في نفوسهم وتديمون الحياة بعملكم الدؤوب الذي يلامس حياة الإنسان. فسلام عليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم الذين أنجبوكم وهيئوكم، وهنيئا لكم هذا الفضل من الله عز وجل في أن تعملوا في هذا المجال المشرف والذي يخدم أبناء وبناتنا، داعين لكم بالسداد ومؤكدين عليكم ومذكرين آبائكم إنكم أنفسنا. ولا تقصروا في خدمة المريض بكل أمانة وأخلاص، وأنتم أهل لذلك، مستندين بهذه التذكرة إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وأشكر للمرة الأخيرة هذا الحضور الطيب وهذه الكفاءات التي تواجدت معنا اليوم، وإن شاء الله سيتكرر هذا الملتقى سنويا وسيكون أحسن من هذه البداية. وهناك نية بتضافر السيد مقرر القسم والسيد رئيس القسم بأنه يتحول هذا الملتقى إن شاء الله السنة القادمة إلى احتفالية أكبر وربما مهرجان، والشكر موصول لكل من ساهم في هذا الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الاستاذ دكتور احمد محمد طارق عميد المحطه قناه السوارق. عليكم السلام. اريد تعطينا فكره عن الاحتفاليه مالتك. يشرفنا اليوم بانه لدينا الدوره الاولى بطلبه قسم التمريض بالمحطه التقنيه الصويره ان نقيم احتفاليه بمناسبه يوم الممرض العالمي، وهذه الاحتفاليه كانت بدايه للم الشمل والالتئام مع ذوي الاختصاص بالمراكز الصحيه والمستشفى بالصويره، ولتشجيع طلبتنا اللي هم ان شاء الله حتكون بادره طيبه لخدمه المجتمع. وهذه ان شاء الله حتكون بدايه، عندنا هناك توجه بانه يتوسع هذا الملتقى ليكون مؤتمر، ليكون مهرجان، ليكون كرنفال لخدمه منطقه الصويره واهلها الطيبين. ورغم الامكانيات البسيطه لكن كان هناك اهتمام وقبول كبير لم نكن نتوقعه سواء من الضيوف او من الطلبه او من الاهالي او من فئات المجتمع المختلفه. وان شاء الله البادره كانت ناجحه والقادم ان شاء الله احسن. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اهلا وسهلا ومبروك علينا وعليكم. الله يخليك. شكرا جزيلا. يتفضل الاستاذ احمد كاظم جواد رئيس قسم تقنيات التمريض لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. السيد عميد محل تقنية الصويرة المحترم، السيد المعاون العلمي المحترم، السادة الضيوف الكرام، الأساتذة المحترمون، الحضور الكريم، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهنة التمريض. تعتبر مهنة التمريض من المهن السامية والإنسانية بسبب ارتباطها بصحة الإنسان والمحافظة على حياته وتخفيف معاناته وإحساسه بالألم،
ويسمى كل من يعمل في هذه المهنة بملاك الرحمة، وذلك للدور الإنساني الذي يؤديه في المراحل العلاجية المختلفة. ومن الناحية الطبية فإن هذه المهنة تحقق الشمول في الخدمات الطبية المقدمة وتسعى بها نحو الكمال، فالطبيب هو الشخص الأول الذي يحسم طبيعة الحالة المرضية ويقرر شكل ونوع علاجها، بينما يقع على عاتق الممرض متابعة الحالة الصحية للمرضى وإتباع كل الوسائل الممكنة لتخفيف أوجاعهم ومواساتهم. الممرض وهو ذلك الجندي المجهول الذي كان ولا يزال ملاك الرحمة، الذي لا يؤلو جهدا في تقديم يد العون والرحمة والعناية لكل من يريدها من دون اكتراث لما يعانيه هو وضعه المهني والاجتماعي والنفسي. ففي كل عام يحتفل العالم بيوم الممرض العالمي تكريما واحتفاء بالدور العظيم الذي يقوم به الممرض في شتى المواقف والظروف، فهو اليد المعطاة والرحيمة أثناء الحرب والسلم والرخاء والشدة. ومن هنا انبثقت فكرة فتح قسم تقنيات التمريض لما له من أهمية كبيرة في المجتمع، وكذلك للحاجة الملحة من قبل مدينة الصويرة لتوفير كوادر تمريضية مدربة علميا وعمليا قادرة على تقديم الرعاية التمريضية في كافة أقسام المستشفى، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية. وحيث تم فتح قسم التمريض بجهود خيرة ومشكورة من أجل النهوض بالواقع الصحي في هذه المدينة، وحاليا يضم القسم المرحلة الأولى فقط، وإن شاء الله تكون هذه الدفعة فاتحة خير على المعهد والمدينة. وفي نهاية كلامنا لا يسعنا إلا أن نقدم وافر الشكر والتقدير لكل من ساهم من أجل استحداث قسم تقنيات التمريض، وكذلك الشكر الجزيل لجميع المشاركين والحاضرين في احتفالنا هذا، مع تمنياتنا للجميع بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحمد كاظم جواد، رئيس قسم التمريض في معهد تقني الصويرة. أعطينا فكرة عن المهرجان بعيد العالمي. برعاية السيد العميد أستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد طارق، يقيم قسم تقنيات التمريض مهرجانه السنوي الأول بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وإن شاء الله سوف يكون مهرجانا سنويا في كل سنة يقام في نفس التوقيت. قسم التمريض من الأقسام المستحدثة في معهد تقنية الصويرة. طبعا تم استحداث القسم بجهود خيرة من جميع الكوادر والمنتسبين في المعهد من أجل الرقي بالواقع الصحي في مدينة الصويرة، وكذلك الحاجة الملحة لمدينة الصويرة للكوادر التمريضية. السنة الأولى يعني افتتاح القسم كان خلال هذه السنة، تم استقبال 25 طالب، وإن شاء الله تكون دفعة خير علينا على المعهد وعلى مدينة الصويرة. حضرت عن مقاطعة. أي نعم. بالنسبة هاي الدفعة اللي راح تخرج تعيين مركزي، يعني تعيين المركزي خريجي المعاهد الطبية بشكل عام تعيينهم مركزي، وكذلك خريجي كليات تقنية طبية يعني المجموعة الطبية بشكل عام تعيينهم مركزي. والله الحمد لله يعني بجهود الخيرين وجهود التدريسين بالقسم وجميع المنتسبين الأمور ماشية وفي تمام، وإن شاء الله في السنة القادمة نستقبل يعني طلاب مرحلة، والمرحلة اللي هاي السنة تكون في مرحلة ثانية. الحمد لله ماكو مواجهة يعني صعوبة في شيء. يعني عادي تتحملون عدد أعداد الشباب؟ أكيد أكيد، إحنا يعني طالبنا بخطة قبول يعني 100 طالب وماشيين بافتتاح حتى مسائي يعني، وأيضا يعني طلبات ملحة للقبول المسائي لحاجة المدينة للكوادر التمريضية. الله يخليك عيني. شكرا عيني. شكرا. الآن كلمة الدكتور
نصير محمد عزال رئيس قسم تقنيات المحاسبة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد العميد المحترم، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك يحتفل معهدنا قسم التمريض قسم تقنيات التمريض بيوم التمريض العالمي تكريما واحتفاء بالدور العظيم الذي يقوم به الممرض في شتى المواقف والظروف، فهو اليد المعطاء والرحيمة أثناء الحرب والسلم والرخاء والشدة والأزمات. وتعد مهنة التمريض من أقدم المهن الإنسانية عبر تاريخ البشرية، وما زالت مهنة سامية تحمل معاني الإنسانية قبل أن تكون فقط لمكسب مادي، وأصبح الممرض عنصرا أساسيا في المؤسسات الصحية وغيرها لا يمكن الاستغناء عنه، فهو يتعب ويسهر ليرتاح وينام المريض وغيرهم. أحبائي، انظروا لجمال هذه المهنة وما تحمل في جعبتها، فلو أردنا أن نتكلم عنها لا تستطيع أيدينا أن تكتب هدفها السامي الأوحد والأوحد، حتى لو كتبنا لن تكفينا الصفحات. فمهنة التمريض هي فن وعلم وإنسانية، وهي إمداد المجتمع بخدمات معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحاً. ما أجمل التمريض من علم سما، كالشمس أضحى نوره ملأ السما، ما الطب إلا باقة من روضة من وسعه كونا بدا أو أعظم. السلام عليكم. تعرف على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي السعيد فضالة من قسم تقنيات التمريض. المرحلة الأولى. والله الصراحة 20% هواية و 80% على مود التعيين أكثر. لا، على مود التعيين. زين، هاي هنا يعني شلون أنت، يعني أنت عندك هواية بالتمريض تقدر يعني تقوم عملك بالشكل الصحيح؟ في بداية الأمر دخلنا على قسم التمريض كنا نفكر أنه بس على مود التعيين، بس مع الوقت الأساتذة غرسوا بينا أنه مساعدة المريض وحب الناس، وتعلمنا تعودنا على الوضع. الحمد لله عندي معلومات اللي اقدر اساعد بها المريض بشكل صحيح. شكرا لله. روح بالبر اشج وريات جما تنشر بلبرد الله وانظم بروحي بلبرد بقوع الطحن فايق بلبرد قسد والذيب ياكل قهوية فواني صل قهر والضيم وجهاي يا دنيا وخلي للزينات وجهاي جفان وجول حم القهر وجهه مثل الطفلة وغدت بالجول عاطوها أهلها والبر حياية وذيب شي حملة إلها طفلة وغدت بالجول هم سهلة وتهون إلا تطيح ببير ومعصب عيون عمية وتطيح ببير هم سهلة وتموت إلا خذوها ببير مغصوبة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا السيد أحمد الجواد كاظم، مدرس في قسم تقنيات التمريض. نعم، في معهد الصويرة. تعطينا فكرة عن القسم مايكم، ايش قد يحتوي، كم طالب، شلون تشوف مستوى الطلبة؟ نعم. كذا احنا هسه اخذنا احد الطلبة قلنا له يابا انت على مود التعيين، لانه تعيينهم مركزي فاكو بيهم يرغب، قلت انا على مود التعيين جاي مو يعني ها القضية في هذا، فلتنطينا فكرة
نعم. قسم تقنيات التمريض في المعهد التقني الصويرة تأسس لهذا العام. هو طبعا تأسس للعام الماضي، لكن لعدم اكتمال التحضيرات الأساسية له تم تأجيل افتتاحها لهذا العام. في العام 16-17 تم افتتاح قسم تقنيات التمريض الصف الأول، وتم قبول 25 طالب في هذا القسم، كلهم خريجي الفرع العلمي، وبمعدلات تجاوزت 80 أو 82 إلى حد 85%. الأغلب الطلبة أو تقريبا كل اللي قبلوا في معهدنا في قسم التمريض هم المعدلات تحكمهم، ثانيا الرغبة في أنه هذا القسم قسم طبي وبامتيازاته اللي بعد التخرج. إن شاء الله في العام القادم راح يكون عندنا صفين، الصف الأول والصف الثاني، وإن شاء الله يتم القبول. وأكيد خطة القبول للعام القادم أكبر من هذا العدد، لأنه السنة هي باعتبار أول سنة فكان العدد بهذا الحجم. محدديكم فد عدد معين لو طبعا الجامعة تطلب من المعهد أن يرسل لها في كل سنة الطاقة الاستيعابية للقسم. فالسنة 16-17 كان يعني الطلبة معرفتهم بوجود مثل هذا القسم قليلة، ومعرفتهم أيضا أنه أن أكو معاهد عريقة باعتبار في بغداد أو غيرها. لكن إن شاء الله من هذا العام، العام القادم راح يكون العدد أكبر ضعفين أو ثلاثة أضعاف كحد أدنى، لأن الطلبة صار عندهم علم أنه هذا القسم موجود، إضافة لأنه التهيئات والتحضيرات للعام القادم أوسع وأكبر إن شاء الله. ممنونين، تسلمون، الله يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك يا سبحان. قسم. لا عرابة جيت أصلا. متعب بس حلو بيخدمة للناس. اي ان شاء الله. اي ان شاء الله ماشي. كل شيء هون عادي. لا طبعا نواجه بس عادي نتحمل. احنا 18 طالبة. شكرا جزيلا. تسلم، رحمة الله.